أستاذ غايب، أريد أن أبدأ من قضية المكلف الجديد السيد الكاظمي. هل أنتم من الداعمين للسيد الكاظمي؟ هل أنتم فعلا مؤمنين بأن السيد الكاظمي هو رجل المرحلة؟ أم أن انعدام الخيارات أنتم ذهبتم بدعمه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أستاذ نجم ولقناتكم الموقرة وللجمهور وكذلك لضيفك الكريم. أعتقد موقف سارون منذ بادئ الأمر كان واضح للجميع. زين. نحن داعمين ومؤيدين لكل شخص يطرح يمتلك المقبولية من الشارع العراقي، وكذلك يكون هناك توافق ولو توافق نسبي من المكونات الموجودة على هذا الاسم. لذلك وجدت سائرون قد أيدوا أو لم يكن هناك أي مانع على تكليف السيد علاوي ومن ثم السيد الزوفي. الكل يعلم بأن العراق يمر بأزمة، ليس بأزمة واحدة بل بأزمات. أهم هذه الأزمات هو حاليا الأزمة الصحية المجتمعية اللي هي فيروس كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية وهبوط الأسعار. نعم. فلا نريد أن تكون هناك أزمة ثالثة، ولو أن هذه الأزمة هي مزمنة، الأزمة السياسية المزمنة. فأعتقد تجمع هذه الأزمات في آن واحد أعتقد كبيرة، بل كبيرة جدا على الشارع العراقي. لذلك تجد أن موقف سارون كان واضح، بل واضح جدا مع أي شخصية تطرح على أن تكون هذه الشخصية مقبولة من الشارع العراقي. وكذلك هناك شروط، هي شروط هي عامة. من أهم هذه الشروط هو التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، وكذلك إعادة هيبة الدولة، وكذلك محاسبة القتلة والفاسدين. من أهم هذه الشروط التي وضعت من قبل سارون على أي مرشح يأتي أو يكلف لكي يكون رئيس وزراء وتشكل كابينة وزارية.